كاملين في هذه المباراة. ونروح للترجي، نروح للاعبي الترجي الكبار، للأسماء الكبيرة اللي مرت على الترجي، عشان يقولوا لنا هم شايفين الترجي في هذه المواجهة هيكون شكله عامل ازاي، وشايفين المواجهة بشكل عام الترجي والنادي الأهلي هتكون عاملة ازاي. تعالوا نروح لواحد من نجوم الكرة التونسية الكبار، واحد من نجوم الترجي الكبار، واحد من اللاعبين اللي مروا على الترجي وقدموا أداء رائع جدا، كابتن سامح العروسي. كابتن سامي العروسي، صباح الفل عليك. مشرفنا ومنورنا، وعايز أسألك على هذه المواجهة، شايفها إزاي؟ مواجهة كبيرة بين فريقين كبيرين، الترجي والنادي الأهلي. تقريبا يعني نفس الافكار ونفس الكلام اللي كنت تدخلوا فيه، يعني الناس الكل يعني هنا جماهير الترجي يعني تستنى في المقابله هذه على المضض، يعني مقابله كبيره يعني حتى في الاعلام في الميديا في يعني جماهير الترجي تنتظر في المقابله هذه، جماهير الاهلي تنتظر في المقابله هذه، باش تكون مقابله كبيره مقابل دور نصف النهائي في احسن تيتر، يعني احسن لقب في تيتر، زوج فرق كبار خذوا الاعلام خذوا يعني باش قلناها معناتها الانتباه، جلبوا الانتباه، وباش تكون مقابله مانيش نقولوا مصيريه يعني، اما باش تكون مقابله هامه بين زوج فرق كبار تنجم يقول لك هامه برشا، فيها ثنائيات كبيره، فيها ثنائيات بين زوج مدربين، فيها ثنائيات بين زوج جمعيات كبار، فيها ثنائيات بين زوج جماهير كبار، يعني ثم الشعب ثم كيما نقولوا احنا ثم الاهتمام وال يعني حب الانتصار وحب يعني المرور في المقابله. طيب كابتن سامي، عايز اسالك على حاله الترجي، انت شايف الترجي ازاي في الوقت الحالي؟ الترجي قادر على هذه المواجهه انه يدخلها بقوه، ولا شايف انه الترجي عنده اي نواقص سواء فنيه على مستوى الجهاز الفني في امور تكتيكيه او على المستوى الفردي لبعض اللاعبين؟ تقريبا حاله الترجي حاله الاهلي، يعني استقرار مش موجود يعني في المقابلات الكل، يعني ثم كما نقولوا احنا يعني ديو ديبا، يعني ثم مرات يفوق ومرات لوتا، يعني تنجم نقول لك اللي الترجي اثناء بدا الموسم صعيب شويه، عرف اللي ثم عنده نقائص في المراكز، بعض المراكز في فتره التنقلات الشتويه، يعني جاب دوغي، جاب عبد الباسط، رجع بدري، حاول باش يعمل الكليبر كما نقولوا احنا يعني يعمل التوازن يعني قدام في الهجوم، الهجوم القارة ناقص شويه، واكثر حاجه هي ضرت الترجي اثناء هي البطوله التونسيه، لانه كان من اول مقابله لاخر البطوله يعني الترجي في طريق مفتوح، كانت حتى الفارق يوصل حتى ال 10 نقاط، ما كانش عنده الضغط، كان ديما يلعب الفريق الثاني، كان الضغط مسيطر برشا على الكاس الافريقيه هذه، وكبرت السيطره نتاعها. الترجي عمل زاد بدايه خايبه شويه في المجموعات، لكن مع الزمالك عدى مقابله كبيره بالذهاب واياب، ثم بالوزداد يعني عمل زاد مقابله يعني كما نقولوا احنا متوسطه في الجزائر، وكان على ضغط كبير في الاياب وصلنا حتى البنالتيات. يعني كما قلت لك الترجي ماهوش في خط مستقيم، مع انه زاد بعض اللاعبين البدري مصاب، الخميسي الحاله اللي جات نتاع المنشطات يعني اللي خذاه، يعني ما ثماش كما نقولوا احنا توا ثلاثة جمعات من غير مقابلات، ثم ستابيليتي وماناش عارفين بالضبط الترجي، لكن ثم حاجة هامة برشا انه الترجي في المقابلات الكبيرة وين يكون الضغط، يعني وين يكون الضغط كبير الملاعبية تعرف تتصرف، لأنه تخرج وقتها ان الترجي فريق كبير ويلعب تحت الضغط، الترجي ثاني يلعب تحت الضغط، ضغط المقابلة هذه كبير جماهيريا كبير، ضغط كبير على المدرب على اللاعبية، باش تكون يعني يستناو باش تكون مقابلة كبيرة وردة فعل بعد مقابلة الكأس، باش تكون ردة فعل كبيرة من اللاعبية، نستناو في ردة فعل كبيرة، ونعرفوا اللي الترجي المقابلات هذه الكبيرة يخرج ديما، لأنه يعني يحب الترجي يحب المقابلات الكبيرة ويحب الكونتاكت، يعني يحب أنه يواجه فريق كبار باش يجي التركيز. عايز أسألك طبعا، عايز أسألك على النادي الأهلي، نظرتك للنادي الأهلي، قوة النادي الأهلي في الوقت الحالي، مديره الفني بيتسو موسيماني، اللاعبين اللي انت لما بتشوفهم بتكون شايف ان هم مراكز قوه في النادي الاهلي ومراكز خطر على اي منافس، مين من وجهه نظرك قرايتك للنادي الاهلي؟ بالنسبه لنا احنا التونسي يعني موسيماني يعني مدرب كي عرف كيفاش يلعب مع صن داونز بفريق كبير ويخرج صن داونز،
لعب بدون اخطاء في مقابله الذهاب في مصر، بالاياب لعب الدفاع، لعب الصنداو جاي لعب الاستحواذ، عنده هجوم قوي، عرف كيفاش يعمل البلوك، يعني عرف كيفاش يعمل الدفاع التالي، والاستحواذ السلبي تعدى على الصنداوز وما خلاهوش يعني يسجل. بالنسبه للاعبين نعرفوا في جاي يعني بتاع المهاجم لعب مع الساقط كان مؤثر برشا، وهو عنده زادة عنده خاصيه انه وين يلعب ضد الترجي كان يعدي مقابلات كبيره. قلقنا شويه في 2018 في مصر تقريبا، عند ليا عند علي معلول ريال جوش نعرفوا بالذات زاد عاون الهجوم بالذات، عندها حارس كبير شنداوي، عندها حارس كبير طويل، حتى الكرات العادة كل نجم يخاهم. نعرفوا الهلالي قوي في الكرات الثابتة وضعيف زاد الكرات الثابتة دفاعيا، قوي في الكرات الثابتة هجومية كيف الترجي هنا. عنده لاعبية زاد كيفاش قلنا في الكرات الثابتة اللي تقويين، إن شاء الله تتعدى مقابلة كبيرة. هذوما ثم الشريف الكروات لعب القدام زاد كبير زاد مهاجم يعني ان شاء الله تكون مقابله كبيره. بس اكتشفوا الاهلي مع الترجي تو تبعهم بالكدا خاطر احنا كي نتفرجوا ما نركزوش برشا على اللعبه، لكن تو مقابله الذهاب النجم نركز عليهم اليوم نشوفوهم، ومقابله الاياب زاد باش هي مواجهه باش تكون كبيره بين زوج فرق كبار بين لعبيه يحبوا يوروا روحهم بين زوج مدربين تحت الضغط، لانه يعني ثم نسبه من جماهير الاهلي تقول ان في نامي ماهوش مدرب كبير كيف الترجي، معين يزمو يثبت اليوم اللي الشامبيون ليغ هذه يعني الكاس الافريقيه هذه مطالب بها، يعني جماهير الترجي تحب الكاس الافريقيه هذه. باش تكون مقابله صعيبه عنا، باش تكون مقابله صعيبه جماهيريا وحتى في الميدان وبين زوج المدربين، باش تكون تكتيكيا قويه برشا، لانه موسيماني باش ينجم يستغل الثغرات تاع الترجي، باش ينجم يعني الاستحواذ يكون ايجابي نتاع الترجي ولا باش يكون سلبي، يعني ثم الفرص ولا ما ثماش، لانه باش يخلي الترجي يعني تلعب على العرض. نتصور معين عنده زاد عنده يعني الافكار نتاعو، نتصور درست النادي الاهلي ونتصور باش تكون ان شاء الله تكون مقابله، انا مش ان شاء الله ما تكونش مقابله سلبيه، ان شاء الله تكون مقابله مفتوحه، ان شاء الله تكون مقابله فيها اهداف. كابتن سميع باذن الجماهير تتمتع بالمقابله. كابتن سامي عايز اسالك، الترجي مر بمواجهتين في منتهى القوه امام النادي الزمالك ومر بيهم بنجاح في المباراه الذهاب ومباراه العوده، هل تتوقع نفس الامور اللي ممكن تبقى ايجابيه للترجي امام النادي الاهلي في مباراتي الذهاب والعوده، ولا شايف ان الاهلي هيكون خصم اصعب بحكم الدور كمان دور نصف النهائي؟ لا نتصور مقابلة الزمالك كان في أحسن حالاته، لكن خسر المقابلة تكتيكيا، يعني ما عطاش قيمة للترجي وقوة الترجي يعني في مقابلة الذهاب، يعني الزمالك كان نوعا ما يعني متغرر يعني من فريق الترجي وحل اللعب، وكانت المواجهة انه الترجي كان زاد في بيريود صعيبة، لكن رجع بمقابلة الزمالك وعمل مقابلة كبيرة بين لوري تورو وخرج الزمالك. هنا كانت اسهل مقابله الاياب بالنسبه للترجي، هي دور مجموعات ماهيش مقابله ذهاب واياب، تفرق يعني في المجموعات في التركيز وفي اللعب، تفرق بين انك تكون في المجموعات والا انك تكون في مقابله ذهاب واياب وتكون مصيريه. مقابله الاهلي بتكون بين زوج فرق كبار مصيريه، اللي باش يغلب اقل اخطاء هو اللي باش يتعدى، اللي باش يغلب باي كاش يعني باش يخلص بالوقت باش يخلص الاخطاء نتاعو بونتو بحسابه، اي فرصه بحسابها، مقابله نوع اخر في 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 نوعيه اخرى تاع اليمينيشن يعني تاع خروج تويكا، ما عندكش كيفاش قولها، ما عندكش الريكيبيراسيون يعني مش تعاود تتفادى يعني النتيجه نتاعك، اياب باش تكون صعيبه، لانه الهدف باش يكون نتصور باش يكون هدف فارق، نتصور باش يكون حتى مقابله الاياب باش تكون حاسمه، لانه يعني مش مقابله الذهاب باش توري يعني كل شيء، باش نجم تخرج المقابله، نجم 90 دقيقه ومازال في مصر ومازلنا ما نعرفوش شكون باش يترشح، لانهم بالرسم يعني المره هذه بالترجي والاهلي قراب برشا، قراب في نوعيه اللاعبيه، قراب في نوعيه اللعب، قراب بالكدا، وباش تكون مقابله كبيره.
طيب كابتن سامي، عايز اسالك على توقعاتك لتشكيله الترجي لهذه المواجهه. التشكيله قريبه برشا، يعني تقريبا معروفه. الترجي تلعب عنده يكون دو زوز يعني مراكز ولا ثلاثه، ولكن قراب. الترجي مش يلعب بدران، ثم لاعب ثاني يا اما باش يكون توجي ولا بعقوبي في الدفاع. على اليمين نجاز، على اليسار شتي، بيفو باش يلعب كوليبالي، بون شعلاني باش ياخذ البنك. باش يلعب دو يعني زوز وسط ميدان باش يكونوا مهاجمين اليوم، روليور سماهم احنا، باش يكون بن رمضان وباش يكون الشتي. باش يلعب ثلاثة مهاجمين، باش يلعب توجي على اليمين، باش يلعب عبد الباسط مهاجم صريح، باش يلعب الهوني على اليسار، باش تكون الأربعة ثلاثة ثلاثة. نتصور البدري وانه مريض شوية باش يكون على البنك. التغييرات ماهيش تكون كبيرة لأنه تحرمنا من الخميسي، تحرمنا زادة من البدري، عندنا شعلاني، يعني باش تكون زوج كذا تغييرات معناتها مهمة برشا في فريق الترجي. دفاعيا الترجي باش يكون زادة في لأنه عنده برشا يعقوبي ما لعبش، وتوكي زادة عنده برشا ما لعبش، يعني في قلب الدفاع إن شاء الله يكونوا حاضرين. باش تكون مقابلة صعيبة، وأكثر من هكا عندنا جمعتين ما لعبناش، يعني نجم نقولوا إن شاء الله تكون مقابلة سهلة بالنسبة لنا احنا. وهذه هي التشكيلة يعني القريبة اللي باش تلعب اليوم، تقريبا 99% هذه التشكيلة باش تلعب إن شاء الله. كابتن سامح العروسي نجم نادي الترجي، كابتن سامح العروسي نجم نادي الترجي الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة العظيمة اللي فيها كل التفاصيل والكواليس ما قبل هذه المباراة. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.